لازم تحلي الشركة تاكل بخير. اليوم اللي راح يكون عاد احنا عملت كوشي فرح ارسل سكيتلز، فهي اول مرة راح بلش ارسل لك اكلات طيبين. فقبل ما بلش ما تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس سيصاكم كل شي جديد ومشان تبادل اكثر واكثر واكثر واكثر. فشكرا على تعليقاتكم الحلوة اللي عم تبعتوا لي، انا دائما عم بشوفها وبجاوبكم عليها كلها. واللي بده يتواصل معي هذا هو اسم الانستغرام تبعي، ادخلوا وبنحكي مع بعضنا طبعا. فهون عنا هيك الوان وعنا لزق كالعادة ومقص اهم شيء ولا ايه ومن جرب عشان انزل القلم رصاص. طبعا هي تبع رمضان كريم قبلها بديك السنة، فروحوا شوفوا الفيديو اللي ما شافوه روح يشوفوا. طيب يلا هلا راح بلش هاد الورقة راح اقليها احسن ما اقصها راح اقليها. طيب يلا هلا راح بلش اقصف سكتلز اكتبها يعني. هنا كتبت الاس والله اكتب بالك طبعا السكيتس بيكون لونه احمر فراح نلونه بالاحمر راح تطلع حلوه. والله كتبت سكيتس هيك والله راح الونه بس الونه ايه والله الونه بالاسود وبجاك. طبعا هلا حرجع الونه بالدوار او لا اكتبها كمان مره بالدوار عشان يدوار. واو يلا هيك راح اكملهم كلهم. عملت فهيك هلا كتبت الاو، الاو كان اصعب شيء. طبعا ما تنسي تفعل الجرس على الكل على الكل عشان يصفوا كل شيء جديد عشان يصفوا هذا الفيديو. هو فهيك هلا عم بعمل هذا التم هيك وتحت رح اعمل دوارات مثل سكيتلز. فيلا هيك وانا هدول اثنين حكمل كمل هون اثنين هيك. فيلا هون تحت راح اعمل دويرات صغار عشان تكون هي سكتل شوي شوي عشان يكونوا مزبطين. يس مثل هيك راح احط كتير منهم. طبعا راح يكون هيك في الوان وهيك اشياء. صح نسيت افرجيكم هاي شوفوا عملت اوريو اوكي نورا كمان فظيعه. فيلا قربت اخلصهم اخيرا. والله قاعد عليهم بالاسود كله وبرجع لكم. فهيك مثل ما انتم شايفين عديت عليهم كلهم بالاسود. والله حبلش الود طبعا من هون الوشه هيك لونتها كلها ومن هون الافاكه كمان لونتها. فهلا راح ابلش الون التم وهذول السكتل الثانيين. فهلأ راح ابلش الون حارق الوان اول شيء حبيت الاصفر. حلو وجه اثنين هيك بهذا اللون لما في عندنا كتير هيك. هيك والله بالغوز الفاتح
تكنولوجي. واو، ازرق فاتح. والله عمينا ودت بالاسود. والله انا بلشت اعمل الزهر من هون ومن هون، ويلا عشان يحافظ عليه. والله كله باللزق وارجع لكم. طبعا انا عملت الجهه الاولى، والله عم بعمل الجهه الثانيه. عادي. تخيلوا الحركات 70 مره. طبعا انا بحط السكوتش مشان يحافظ عليه هالورقة، وبشبك كمان نفس الشغل كمان نفس الوقت عشان لما بيعطي لمعة عشان هيك يصير شكله حلو. كنت حقول شاوندر. شوفوا ايش اكتشفت، اذا كتبنا هون دوريتوس اذا فتحنا هيك جو رمضان. فالله خلينا اخر خطوة اخر خطوة عشان نحط القطن. الله يحفظك، ليش احطه؟ هيك والله الزق هالشي هيك عشان يلزق. يلا هيك فلح على زي هاي موي. فهيك بعد ما خلصتها سلقته على سكيتوز وهيك فالله حجربها. واحد اثنين ثلاثة. واو فظيعة. شوفوا حتى الأوريو يقطع من هون. فشوفوا ايش الجديد هيك صار، هيك علمت على هواء جديدة. شوفوا واحد اثنين ثلاثة. طبعا واللي بحب الاوريو يحط اللايك، واللي بحب السكيتلز يحط الاشتراك. فبنا نلتقي هيك، وهذا كان فيديو اليوم. ان شاء الله يعجبكم، لا تنسوا اللايك سبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات. وباي.